ومن الأدلة على أن النفوس جبلت على حب الوطن أن التعزير يكون بمفارقة الوطن، كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه عزر ذلك الرجل بإخراجه من بلدته، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. والنصوص والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، أن التعزير يكون بمفارقة الوطن، كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه عزر ذلك الرجل بإخراجه من بلدته، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. والنصوص والأحاديث كثيرة في هذا المعنى.